مع بدء العد التنازلي للمناظرة المرتقبة بين منافسي البيت الأبيض بايدن وترامب، يجد الناخبون أنفسهم أمام اختبار صعب ونقاط ضعف لدى كلا المرشحين، تجعل ليس من السهل حسم القرار والتصويت للمرشح الأفضل لإدارة شؤون البلاد لأربعة أعوام مقبلة. هذه المناظرة هي بمثابة فرصة لكلا المرشحين للكشف عن شخصيتيهما وكفاءتهما أكثر من تسليط الضوء على الخلافات السياسية بينهما، لا سيما في وقت يواجه فيه بايدن شكوكاً تتعلق بصحته البدنية والعقلية، ما قد يجعله غير مؤهل لولاية جديدة. أما التحدي الذي يواجه ترامب فهو الشخصية، إذ لا يزال عدد من الناخبين غير مقتنعين بامتلاكه الأخلاق والالتزام بسيادة القانون. وفقاً للأكاديميين، فإن المناظرات ذات تأثير ضئيل في تشكيل رأي الناخبين، لكنها قد تصبح ديمومة إذا اعتمد المنافسون على البراعة وكسب التعاطف أكثر من الحديث عن السياسة، وسيظل الناخبون حائرين لمن سيصوتون لاختيار رئيس الولايات المتحدة.